نعم أثابكم الله. هذا سائل يقول: ماذا يفعل من وقع في غيبة كثير من المسلمين؟ كيف يكفر عن هذا الذنب؟ ماذا يفعل من وقع في غيبة كثير من المسلمين؟ عليه التوبة إلى الله، إن كان يتمكن من طلب المسامحة ممن اغتابه فإنه يطلب منه المسامحة، إذا لم يتمكن يستغفر له ويثني عليه مع التوبة إلى الله عز وجل. نعم.